المصري يبقى الجنيه زي ما هو. اهلا بيكم. كمان 3 ايام هيبقى عيد الام. كل ام مصريه بخير باذن الله. ودايما في المناسبه دي الابناء بيذهبوا الى انهم يجيبوا هدايا لامهاتهم في هذا العيد. ذكرى سنويه جميله جدا يعني. ربنا يحفظ كل امهاتنا يا رب ويحميهم. السؤال بقى وانا بجهز الحلقه دي مخي طرقع كده وقلت طب ما تيجي نروح للحكومة ونقول لها يا حكومة ما تعيدي على كل أمهات مصر. إيه اللي يمنع؟ هو أنت ليه يا حكومة رمي الحمل علينا كأبناء للأمهات بأن احنا نجيب لهم هدايا؟ هو أنت يا حكومة ما تقدريش تعيدي على كل أم مصرية؟ ممكن الإجابة الأولى المباشرة كده تقولك عامل إيه في العيد يعني؟ ما كل ابن على طول مربوط يروح على طول يجيب الهدية لأمه، عباية ولا طقم، كوبايات ولا مروحة ولا موبايل، صح ولا لا؟ بس أنا شايف إن الحكومة المصرية حكومتنا تقدر تعيد على كل أم مصرية. النهاردة افتكست حاجتين مثلا تقدر الحكومة تعيد بيهم على أمهاتنا المصريات. أول حاجة الحكومة عاملة مشروع عظيم جدا اسمه 100 مليون صحة، وانا بعت تحية للقائمين على هذا المشروع وبكرر التحية. لو الحكومة عايزة تعيد على كل ام مصرية فممكن بعد الانتهاء من مشروع 100 مليون صحة، انتهينا بمراحله وحللنا بياناته، ده على جنب، اعمل بقى مشروع الى 100 مليون صحة لامهاتنا، سموه زي ما عايزين تسموه، في صحة امهاتنا مثلا، ونكشف على المرأة المصرية الأم المصرية، نكشف على الثدي مثلا سرطان الثدي. كل أم مصرية أتمت الأربعين أو كل أنثى مصرية أتمت الأربعين نعمل لها فحص مجاني على الثدي، بحيث لا قدر الله اللي تظهر عندها أورام تتكفل وزارة الصحة بعلاجها. ده جزء تحية من الحكومة لكل أم مصرية شقيانة، وانا شايف اقبال كبير جدا من المصريين على مشروع 100 مليون صحة. 100 مليون صحة بيتكلم عن الوزن، عن الطول، على السكر، على الضغط، على فيروس سي، لكن ما فيهوش تحليل خاص بسرطان الثدي عند امهاتنا. وبالتالي اناشد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بصفتها ام قبل ان تكون وزيرة بانها تطلب من الحكومة دعم مالي للكشف على سرطان الثدي عند كل أم مصرية. عايز أقول لك دولة مثلا زي فرنسا إذا المواطنة الفرنسية أتمت الأربعين صبح كده بتلاقي جواب على بيتها بيقول لها لازم تروحي تكشفي على صدرك، ده أوتوماتيك جبري، ويذكرها كل يوم من كل سنة أو كل 6 أشهر علشان تكشف. أتمنى أن احنا نستفيد من ده وإن الحملة بتاعت مليون صحة تمتد أيديها إلى كل أم مصرية. أمهاتنا أغلبهم غلابة ولا بيكشفوا على صدرهم ولا حاجة، إلى أن تأتي لا قدر الله المرض الخبيث فيبدأوا بقى يا عيني يمروا بالعلاج اللي انتوا عارفينه. فإذن الحكومة المصرية تستطيع أن تعلن يوم الخميس القادم عيد الأم المصرية إنها قررت تجعل الكشف على صدور أمهاتنا مجانا، وتحدد توقيت لده وتلف بمحافظات الجمهورية في إطار المسح الطبي الشامل. طيب ده كده صحيا، هل في حاجة اقتصادية؟ في حاجة اقتصادية. احنا عندنا حاجة اسمها المرأة المعيلة، المرأة اللي هي بتعيل عدد كبير من أفراد الأسرة، إما لوفاة الزوج أو هروبه من المسؤولية أو للطلاق، تلاقي في رقبتها كده حزمة عيال. هذه المرأة المعيلة جرى حصرها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. الوزارة مشكورة بتقدم حاجة اسمها مشروع تكافل وكرامة. تكافل بتدي فيه مبالغ معين لكل أم بناء على عدد أبنائها في التعليم،
وبعد ولاده ما يخلصوا ولاده ما يخلصوا المرحلة الثانوية بيتم إيقاف هذا الدعم. هنا الوزارة بتدي لكل أم السمكة، لكن ما بتديلها السنارة. بتديلها سمكة يعني إيه؟ أول كل شهر الأم تروح تصرف 400 أو 500 جنيه اللي الوزارة مقدراهم ويتصرفوا، تصرفهم من المكتب البريد ولا بالكارت بتاعها، وبيتصرف المبلغ على طول. طيب ايه اللي يمنع ان احنا نوفر فرص عمل عبر مشروعات صغيرة لكل ام معيلة، لكل ام في مصر؟ هي كده يبقى اسمه مشروع الام، خاص بالامهات فقط، لان اغلب امهاتنا حتى المتزوجات ظروفهم الاقتصادية صعبة جدا. اما الزوج بيشتغل يوم او 10، لا الزوج على باب الله، الزوج على المعاش، الزوج تم تسريحه من عمله، ما دي حالات احنا بنقابلها يا اخوانا. فايه اللي يمنع ان احنا نعمل مشروع اقتصادي نسميه مشروع الام، ونقدم لكل ام مصرية لها الحق انها تحصل على قرض بقيمة محددة، مثلا بحد اقصى مثلا 50,000 جنيه، وتستطيع انها تعمل مشروع جوه بيتها، اما مكنة خياطة، اما انها تعمل اكل وتبيعه، اما لو هي تجيد حرفة يدوية ما يعني. انا شفت ام مصرية سيدة فاضلة موجودة في ميدان الاوبرا جنب المسرح القومي، جايبة حلة محشي كبيرة كده وعيش بلدي، بتنزل بيه من بلدها يوميا، الحلة مستوية او هي بتسويها في اي فرن جنبها، وبتبيع العيش مع كم صبع محشي، بتجري على اكل عيشها. لما بسألها، قابلتها من سنتين، قالت لي ده مصدر دخل الوحيد لان انا بصرف على عيالي اليتامى. الست دي نستطيع ان احنا ندبر لها وسيلة ننملها مشروعها ده، فليكن كشك، فليكن محل، فليكن ايديها العاملة يبقى معاها 2-3 سيدات ايضا يقدروا يشتغلوا في المشروع. اللي يمنع ان احنا نحول الامهات المصريات الى اسر منتجة؟ انا مش عايز فكرة ان اي حد محتاج وده مطلوب، ما بقولش عليه لا، اديله على طول الفلوس، اديله تكافل، اديله 300-400 جنيه ولا 500 جنيه، دي فلوس بتصرف، بس احنا لو جمعناها نقدر نعمل مشروع. خلي بالك من اكتر الفئات اللي بيبقوا ملتزمين مع البنوك هي كل ام او ست مصرية. يا عم بعض الرجالة بيبلطجوا، بياخدوا الفلوس يتجوزوا بيها، يحششوا، يعملوا اللي عايزين يعملوه، لكن الام اللي بتجري على عيالها دي بتبقى حريصة على انها تكمل مشروعها. في بقى في القرى والريف والمحافظات في مشروعات تتعلق بالبيئة اللي هي عايشة فيها هذه الام، تقدر تعمل مشروع للألبان والأجبان مثلا والزبادي في القرى والمراكز، تقدر تعمل مطعم، تقدر تعمل معمل تطريز، تقدر تعمل حاجات أنا مش متخصص فيها، ولكن كل ما أناشد فيه الحكومة بمناسبة عيد الأم اللي بيحل يوم الخميس القادم، إن أنتوا تكرموا أمهات مصر زي أمهات مصر ما أكرموا البلد بإنجابهم الأولاد المتفوقين، يعني مش كلهم بس لازم نقول كده طبعا في البرنامج، زي ما هم قدموا وربوا وتعبوا وسهروا، ده احنا كده مش بنكافئهم، مش بديهم 50,000 جنيه بقول لهم يلا حجكوا ولا اعمل لكم عمره وحقق لكم حلمكم ولا لبسكم دهب، ده انا بقول لهم هتشقوا تاني، بس بدل ما يمدوا ايدوهم للي يسوى اللي ما يسواش، طب ما احنا نقدر نوفر ليهم حياه كريمه جدا. واثق ان كل ام مصريه هتاخذ هذا القرض هتنميه وتطور بيه مشروعها، ويبقى بداية كويسة جدا. تخيل بقى الكرة المصرية دي كلها لما تتحول إلى أسر منتجة، أسر منتجة خلايا نحل يقدروا يشتغلوا. يا أخوانا البلاد الكبرى نهضت صناعتها بالمشروعات مش الصغيرة، متناهية الصغر، متناهية الصغر، لأن ده مشروع تجاري مربح وبتقدر تشغل فيه أيد عاملة. وده اللي أنا كنت بقوله امبارح، إزاي نغني المصريين. فهنا النهاردة بكمل كلام من امبارح وبنتقل إلى الأمهات. طبعا بستند على إن في عيد أم جاي يوم الخميس القادم بإذن الله، وبالتالي إيه اللي يمنع إن الحكومة تديني إحساس إنها بتفكر تفكير مختلف؟ يطلع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي كده
ويعلن بمناسبة عيد الأم إحنا بنطلق مشروع الكشف على صدور أمهاتنا وكل أنثى مصرية أتمت 40 للوقاية من مرض سرطان الثدي، وإن إحنا بنطلق مشروع اقتصادي اسمه مشروع الأم أو مشروع الأسرة مثلا، وكل أم تاخد قرض، اللي عايزة تتقدم تاخد قرض تطور بيه نفسها، عاملة مشروع صغير عايزة تكبره أو عندها فكرة مشروع، وكده كده هتلتزم بسداد الديون. أتمنى طبعا فكرتي تكون واضحة ومباشرة إلى عقل السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وأنا عارف أنه لا بيكل ولا بيمل وعمال يلف في مصر ويزور منشآتها، لكن أتمنى الصورة دي تكون وصلته. وإحنا بنبعت تحية، بندي كده رسالة من حكومتنا إلى كل أم مصرية، إحنا شايفينك، بنطبطب عليكي، بنمد إيدينا ليكي، مش عايزينك تباتي وإنت شايلة هم بكرة، إحنا بنفكر فيكي زي ما بنفكر في حاجات كتيرة، زي ما بفكر إزاي أحمي حدود البلد، زي ما بفكر إزاي أحارب الإرهاب، زي ما بفكر في مشروعات قومية عملاقة. أنا عيني كحكومة وكدولة على كل أم مصرية، هو التفكير لازم يبقى متكامل بهذا الشكل، بس ما اروحش حتة واعمل حتة تانية. اغنيهم اغنيهم. امبارح كان عنوان حلقتي لماذا لا نغني المصريين، ومش باغناء المصريين ان احنا بنمد ايدينا للحكومة، لان الحكومة مفلسة، الحكومة هي اللي بتمد ايديها لينا، بس اغنينا ان انت نعمل مشروعات، ادعموني كمواطن او كمواطنة اعمل مشروع، ساعدوني وبعد ما اعمل المشروع سهلولي عليه نسوقه، ما المشروع ده هعين فيه ناس واوفر فرص عمل وادفع تأمينات وادفع ضرائب. ودائما بحاول اقدم افكار بسيطة مش افكار مجعلصة او افكار نازلة من السماء صعب تنفيذها. اعتقد ما قلته فيما يتعلق بكل ام مصرية سهل ان احنا نعمله. تعالوا بقى نروح للدولار وسنينه. الدولار بسم الله ما شاء الله نازل يرف سعره أمام الجنيه المصري. خلي بالك لما الدولار ينزل كده للي بيشتري دهب يبقى سعر الدهب لازم ينخفض. الدولار النهاردة عامل 17 جنيه 35 قرش أو 37 قرش، وده رقم ما وصلش للدولار من حوالي سنتين أو أكتر. طيب هو إيه اللي يخلي الدولار ينزل النزول ده؟ أنا قعدت أسأل نفسي هذا السؤال. يعني انت لو بتتكلم مثلا احنا اوضاعنا السياحية او الحمد لله مستقرة، بس ما فيش طفرة، مثلا الثلاثة مليون سائح الروسي ما جوش، بريطانيا ما اعلنتش عودة الطيران البريطاني، صادراتنا ما زادتش، يعني تحويلات المصريين في الخارج كما هي. ايه اللي يخلي الدولار ينزل بهذا الشكل؟ الدولار مش بينزل كل شهر قرشين ثلاثة، لا ده بقاله شهرين كل يوم عمال يرف، والنهاردة خسر قرابة الستة قروش. معايا على التليفون الأستاذة إيمان نجمة المحللة المالية. مساء الفل أستاذة إيمان. مساء الخير يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك تفسير لأسباب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وهذا النزول الكبير يعني أو الجيد خلال شهرين. طيب خلينا نمسك الموضوع من الاول، ان من ساعه ما صدر قرار التعويم في نوفمبر 2016 وبدات من بعدها في اطار البرنامج الاقتصادي بدات مصادر النقد الاجنبي في التحسن، لحد ما بدات تحصل الازمه بتاعه الاسواق الناشئه دي، حصلت في مايو 2018 بالذات، ده ادى لخروج العمله الاجنبيه من مصر زيها زي اي احد الاسواق الناشئه، خرج من سوق ادوات الدين المحليه في مصر حوالي 11 مليار دولار. نيجي بقى في بدايه السنه بدا يحصل تحسن بالنسبه للاطار العالمي، ان على سبيل المثال بدات الوتيره اللي هي التوتر العالمي اللي كان بيسببه الحرب التجاريه، تهديدات الحرب التجاريه بين الصين وامريكا بدات تخف شويه، الازمه الاسواق الناشئه اللي كان سببها تركيا والارجنتين بدات تقل شويه، فبدات يحصل تدفق اجنبي ثاني ناحيه الاسواق الناشئه، فده سبب من الاسباب اللي بدا يخلي الاجانب تدفقات لاموال ساخنه داخل السوق المصري بالظبط للاستثمار في اذون الخزانه في اذون ادوات الدين المحلي المصريه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان البنك المركزي في ديسمبر لغى اليه ضمان تحويل الارباح بتاعه الاجانب. الاليه دي كانت معموله من 2013، ان البنك المركزي كان بيضمن للاجانب يقول لهم ادخلوا
حولوا فلوسه عن طريقي علشان يضمن خروجهم، لان طبعا كان من بعد الثوره حصل جو من عدم التيقن بالنسبه للاقتصاد المصري، فالبنك المركزي كان بيضمن لهم خروجهم ودخولهم علشان الاكسشينج ريت ريسك او مخاطر سعر الصرف المستثمر الاجنبي ممكن يواجهها. جه البنك المركزي في اخر 2018 لغى الاليه دي، لان قال خلاص احنا وصلنا لدرجه من الثقه في الاقتصاد المصري ان ممكن الاجانب بيبداوا يدخلوا عن طريق البنوك، وبالتالي بقى اي دخول لدولار بقى بيسمع على طول في الجهاز المصرفي، هو ده اللي حصل. طب استاذه ايمان، نتوقع استمرار تراجع سعر صرف الدولار؟ خلينا نتكلم بالارقام. لو هنبص بقى هنلاقي ان في شهرين بس من اول ما السنه بدات يناير وفبراير دخل لنا دولارات قد ايه؟ اولا دخل لنا شريحه 5 من قرض الصندوق النقد ب 2 مليار دولار، حصل حصيله بيع سندات دولاريه ب 4 مليار دولار، المصريين حولوا عمله بحوالي 4 مليار دولار هم كمان، استثمار في ادوات الدين زاد من كان الاستثمارات الاجانب 10.7 مليار دولار بنهايه ديسمبر وصل ل 15.8 من 10 مليار دولار، يعني كان حوالي 5 مليار دولار. فكل التدفقات دي كل ده عرض للدولار في الجهاز المصرفي، فطبعا وفرة الدولار ادت ان سعره يقل شويه. لكن من الناحيه الثانيه خلينا نشوف بقى الطلب. احنا لو بصينا على ميزان المدفوعات بتاع مصر اللي هو بيقيس الدخول والخروج للعمله الاجنبيه، هنلاقي ان العجز التجاري اللي هو بحوالي 36 مليار دولار متغطي بشكل كبير من التحويلات المصريين العاملين بالخارج اللي هي بتعمل حوالي 26 مليار، وايرادات السياحه بتعمل حوالي هي كمان 10-11 مليار دولار. الاستثمار الاجنبي المباشر بيتعافى، فنقدر نقول ان ده مكفي ده. لكن من الناحيه الثانيه مصر عندها تسديدات بسبب التوسع في الاستيراد الفتره اللي فاتت، عندنا حد التسديدات الفتره اللي جايه. فعلى سبيل المثال ان احنا عندنا لحد نهايه 2019 عندنا تسديدات بحوالي 22 مليار دولار. لكن لو بصينا على البريك داون او التسديدات التفصيل بتاع التسديدات دي، هنلاقي مثلا انها حوالي 9.5 مليار دولار ودائع خليجيه، فدي ممكن بيستنوا علينا فيها شويه. هنلاقي ان في منها حوالي 7 مليار دولار اذون خزانه اجنبيه هيحين ميعاد الطاقه، فدي ممكن بتتجدد. فاحنا بنتكلم ان الخطر اللي جاي او التسديدات الفعليه اللي هتتم هي حوالي 6 مليار دولار، وبالارقام اللي قلناها ده هيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار تاني؟ لا، بس لسه بقول بالارقام اللي احنا قلناها فمتغطيه كويس، يعني ال 6 مليار دول متغطين، يعني الدولار قابل للتراجع لكن مش قابل للارتفاع. لا يعني متغطي، نقدر نقول ان هو يعني هيبقى مستقر. الموضوع عرض وطلب، هيحين ميعاد استحراق حاجه ممكن نلاقي زياده شويه في سعر الدولار، لكن انا متخيله ان الفتره الجايه او على الاجل المتوسط ان هو باي حال من الاحوال كل غالبا التسديدات او الالتزامات اللي على مصر هتبقى متغطيه، فممكن نقول ان هو هيفضل في الرينج بتاعه اللي هو 17، لكن مش متخيله ان هو ممكن يتخطى ال 18 جنيه. دي حاجه. زائد الحاجه الثانيه ان احنا عندنا بقى بروميسنج او عندنا تفاؤل ناحيه الاقتصاد المصري، الصادرات الغاز الطبيعي. طب الدولار كده اخر نزوله 17 جنيه ولا ممكن ينزل عن كده؟ لا، انا في رايي يعني لو بنحسب حاجه اسمها القيمه الحقيقيه للدولار او للسعر للجنيه المصري او حاجه اسمها الريل افكتيف اكسشينج ريت، ان انت بتقارن عملتك بالشركاء التجاريين اللي احنا بنتعامل معاهم، لو عايز تبص على القيمه الحقيقيه فعلا للجنيه المصري هي 16 جنيه وربع. لكن في ظل التسديدات اللي احنا بنتكلم عليها فممكن نخلينا في رينج 17، لكن على الاجل المتوسط. اذا انا بشكرك استاذه ايمان نجم المحلله الماليه. يبقى احنا بنتكلم ان الدولار قابل للتراجع ثم الثبات، لكن مش قابل لمعاوده الارتفاعات مره اخرى. هاخدكم منطير على البرلمان، لان في بيان عاجل بشان حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب فاتوره الكهرباء. في لغط حاصل في موضوع فاتوره الكهرباء، لان في مواطن عنده عدادات مثلا، هو بنى لاولاده عماره 5 شقق فكتب كل العدادات باسمه. في مواطن تاني بياخد ممارسه، في اخطاء بتعترف بها وزاره الكهرباء بتوصل في بعض الفواتير ل 400 جنيه، فبتنقل المواطن من خانه مستحق للدعم الى خانه عدم الاستحقاق للدعم. خلينا ناخد القصه دي ونروح للدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات. مساء الفل دكتور عمرو.
حضرتك سمعتني وشايف ان في جدل فيما يتعلق بموضوع فواتير الكهرباء وبطاقات التموين، هل يمكن رفع الشرط ده من الست بنود اللي حطتوها لحذف المواطنين من تلقي الدعم يعني؟ خليني بس اوضح حقائق. صوت واطي يا شباب. خليني بس اوضح لحضرتك نوع من الحقائق. اولا الشروط دي حطاها لجنه العداله. ثانيا هناك لبس عند بعض الساده المواطنين من قيمه الفاتوره وقيمه الاستهلاك. نحن لا نحاسب المواطن على قيمه الفاتوره. نحن نحاسبه على الاستهلاك. وفي فرق ما بين قيمه الفاتوره والاستهلاك. لان يعني زي ما حضرتك بتقول قد يتراكم عليه مديونية أو يكون في أقساط أو ما إلى ذلك، دي مبالغ مالية تقدر بالجنيه. أما ما تقوم وزارة التموين بالمحاسبة عليه طبقا لمحددات العدالة هو الكيلو وات، يعني استهلاك 1000 كيلو وات لو كان مجموعة من العدادات فأكثر، أو 650 كيلو وات بغض النظر عن قيمة الفاتورة كام. فدي لابد تبقى باينة وواضحة جدا للسادة المشاهدين. فاتورة الكهرباء هي فعلا أعلى نسبة موجودة في التظلمات اللي تلقتها وزارة التموين. نعم. ولكن أنا أحب أطمن السادة المواطنين أن جميع هذه التظلمات سيتم دراستها بمنتهى العناية. وتاني أنا ما فيش بيني وما بين السادة المواطنين أو أي عداوة أو أي شيء تنويل وزارة بتخفيض الدعم، ولكن وصول الدعم المستحقين. فإن ثبت حقية المواطن أو وجود هذا الشرط لا ينطبق ووجود خطأ، ليس لدينا أي غضاضة ومش هنتكسف ومش هنقول لأ، وهنقول فعلا إحنا أسفين في خطأ في حساب كذا أو في هذا المواطن يستحق وسيتم عودته مباشرة. ده للعلم إن إحنا لغاية النهاردة ما حذفناش خبز نهائي، والمرحلة الثانية ما حذفناش تموين لغاية الآن. ما حذفتوش مواطنين من على بطاقات التموين لسه؟ حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن خبز أو إيقافه خبز، بس جات لهم اختارات، مجرد اختارات عشان اللي عنده مشكله يتقدم ويتظلم، واحنا من حقه ومن حقه علينا ان احنا. نائب رئيس هيئه سكك الحديديه للشؤون الماليه، لكن المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئه خالف تصريحاتك وقال لا ده الراجل كده كده كان ماشي لانه كان منتدب، وان التحقيقات دي بتتم معاه قبل كمل الوزير ميتي. فالنائب النهارده بيقول له، وهو النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات، بيقول له خلي بالك انت حاطط ايدك في عش مليان تعابين مرفق سكك حديد مصر، وان انت ممكن تطلع تصريح ويترد عليك بتصريحات اخرى من داخل الهيئة. دعونا بقى ننتظر ماذا سيفعل كامل الوزير بمرفق سكك حديد مصر خلال الايام والاسابيع والشهور القادمة. محافظة القاهرة بتقول دهان واجهة العقارات بلون موحد شرط أساسي لتوصيل المرافق. الخبر ده يا مؤمن أنا قلته بالنص كده من حوالي 5-6 أشهر لما صدرت تعليمات رئاسية لرئيس الحكومة وتم إبلاغها للمحافظين بضرورة تسيير عملية لون موحد لطلاق الواجهات في المدن، والدنيا صارت وهاجت وماجد والكلام ده. أخبار الموضوع ده إيه؟ هس ولا خبر، ودخل الدرج ولا في سيرة عن طلاق الواجهات، ولا أي محافظة اتكلمت ولا وزير ولا رئيس وزراء، كان مجرد موضوع وعدة. الدولة دي ودولاب الدولة يستطيع أن يمتص أي قرار يطلع من رأس الدولة عادي ويدخل الأدراج، لان الحكومه هتتابع ايه ولا ايه؟ يقول لك يا عم يا باسط. بس النهارده محافظ القاهره بيفكرنا بقرار رئيس الوزراء بضروره طلاق الواجهات، فبيقول لا انا مش هوصل مرافق لاي عقار مخالف. توصيل المرافق شرط العقار ما يكونش مخالف، وجزء من صحه العقار هو دهان واجهته ومحدد قائمه الوان. اتمنى الصحوه بتاعه دهان الحوائط بتاعت بيوتنا تكون لسه يعني مستمر. هختم بصورة لتمثال موجود أمام مدخل مدينة الحوامدية للفلاحة المصرية، كان مفروض راح يدهن ويتعمل له صيانة وحاجات كده، لكن رجع بشكل سيء بشكل جديد. صورة الفلاحة المصرية يا شباب، أهي الصورة أهي،
عاملين لها قصه بالحبر الاسود وحواجب وروش وركبها باينه ودهننا مذهب، يعني حاجه يعني صوره وحشه بكل شكل يعني. لكن في النهايه وزاره التنميه المحليه استجابت انها تحقق في هذا الموضوع. هطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل احنا عندنا فقرتنا الاسبوعيه الثابته هموم الناس، هنحط تليفون البرنامج، فقط تواصلوا معنا وقول مشكلتك وشوف مين المسؤول المختص. هنشوف تقرير من المنوفيه، قريه بير الشمس ازاي قدرت بالجهود الذاتيه تغير الواقع في شوارعها. نشوف هذا التقرير ونطلع فاصل. احنا مجموعه من الشباب، تمام، اتجمعنا كلنا من البلد عايزين نعمل حاجه لبلدنا. احنا بلدنا يا جماعه محتاجه ايه؟ قالوا لنا الناس يعني كلها اجتمعت على ان احنا فعلا محتاجين طريق، بقالنا 10 سنين بندور على طريق، الحكومه بتوعدنا، اعضاء مجلس الشعب بيوعدونا، بس ما فيش تنفيذ. طب يا جماعه عايزين ننفذ، يقول لك استنى خد دور، طب ندور على المحافظ، ما فيش حد، ده يقول لك لازم امضى من رئيس مجلس الوزراء. دورنا ان احنا نوصل لهناك ما عرفناش نوصل. طيب يا جماعه احنا يا شباب تعال نجتمع كلنا مع بعض، تعال نعمل حاجه، هنعمل ايه؟ طيب يلا نوسع طريقنا بجهودنا الذاتيه، الناس هتتلم حوالينا. الموضوع ابتدى في الاول بمبلغ صغير جمعنا من بعض، بعد كده لقينا البلد كلها بتتجمع معانا. طيب عندنا مروه بطول الطريق، عايزين نحط مواسير في قلب المروه دي علشان خاطر نوسع الطريق. الطريق بتاعنا كان 3 متر ونص، بنتكلم دلوقتي في 6 متر ونص واكتر. اصحاب الارض اتبرعوا لنا بارض بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس بفضل كبار البلد ولكن بشباب البلد، وانا بشجعهم جدا، والبلد وقفت جنبهم لانهم قاموا ويعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله ككبار في السن او الحكومه عملته. في شباب جمعوا على صفحه اسمها شمس الخير بير شمس، فقالوا يعني عايزين نصلح الطريق وكده، فاللي يقدر يساهم فيجي يساهم معانا في الموضوع ده. فيعني كنا 100 شباب كتيره يعني، فروحنا بقى بنساهم مثلا نناول بنا طوب، ننزل المواسير كده. ايه بقى اللي احنا ما نقدرش عليه او اللي احنا منتظرينه من الحكومه؟ انا منتظر ان الطريق اتسفلت، عندي طريق جديد عايز يتشق، بيقعدونا بيه بقالهم زي ما قلت لحضرتك سنين، ما فيش حاجه عايز الناس يعمل كي. الكلام ده طبعا احنا مش هنعرف نعمله. قدرنا ان احنا نعمل طريق الناس كلها كانت بتحلم بيه من زمان ان احنا نعمله ونوسعه. كان مشكله كبيره في البلد هنا، ده الطريق العمومي بتاع البلد اللي بيدخل على البلد وبيخدم 3-4 قرى حوالين مننا. لحد المرحله اللي احنا وصلنا لها دي عملنا تقريبا 80% من الطريق، متكلفين في 165,000. الطريق ده بيخدم 4 بلاد من بعدنا، تقريبا 70,000 مواطن. ما حتى تمشي على رجلك ما كانش ينفع تمشي على رجلك. قاموا بجمعوا تبرعات من البلد، وجمعوا التبرعات بقت تجي لهم لوحدها لما لقوهم ماشيين في طريق الخير. وقاموا بتوسيع الطريق، هيكلف دلوقتي اكتر من 200,000 جنيه. ما احتاجناش من الحكومه منها بجنيه، ولكن هنا بقى فاضل دور الحكومه. دور الحكومه ايه؟ الطريق بطريقته كده بعد سنه بعد اتنين ممكن ينهدم. ايه اللي يحافظ عليه؟ رصف الطريق. انا جعان خدمات، وعندنا شباب زي الورد، محتاج بس حد يقول لهم ايه اشتغل. حضرتك شايف الناس من ورايا عامله ازاي؟ دي كل دول الناس واقفه بتشتغل ببلاش من غير فلوس خالص لوجه الله عشان خاطر بلدهم. بجدد التحية لحضراتكم، وجي معاد فقرتنا الأسبوعية، فقرة هموم الناس. تليفون البرنامج هينزل على الشاشة، فقط حضرتك تواصل معنا رسالة مختصرة، قول اسمك ومشكلتك وإيه المسؤول اللي يقدر يحلها لك. هروح لمحمد من المنيا، أول اتصال. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حضرتك انا متشكر جدا يعني لاستجابتكم لموضوعي، متشكر جدا لاسره البرنامج، واتمنى من ان رسالتي توصل لرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال البرنامج ديت. يعني انا محمد ابراهيم شعبان سعيد من محافظه المنيا، اتخرجت من جامعه المنيا كليه الاداب قسم الاعلام شعبه الاذاعه والتلفزيون سنه 2017. مشكلتي حضرتك ان انا فقير جدا، ان انا من اسره فقيره، فلما دخلت الكليه ما كنتش بشتري الكتب، ما كنتش قادر ان انا اشتري الكتب. معايا حضرتك؟ سامع.
ما يعني ما كانش عندي قدره ماديه ان انا اشتري كتب الدكاتره. فنتج عن ده ايه بقى؟ ففي ناس منهم تعاطفت معايا وساعدتني، وناس منهم استهترت بيا لدرجه ان دكتوره قالت لي قصاد زمايلي يا محمد لو طلعت معيد انا هستقيل. ليه كده؟ اسمها وفاء عبد الخالق ثروه. يا محمد لو طلعت معيد انا هستقيل. ليه قالت لك كده؟ ليه؟ سبب مناقشه علميه بيني وبينها في المحاضره، يعني هي غلطت في تاريخ في انشاء الاذاعات الاقليميه في مصر، انا صححت لها التاريخ ديت، فهي طبعا مسكت لي على الحته ديت، وطبعا عارفه ان انا الظروف الماديه وحشه وان انا ما بشتريش الكتب وان انا باخد الكتب منهم ببلاش، فاستهزأت بيا جامد قصاد الطلبه وقالت لي يا محمد لو طلعت معيد انا هستقيل. طيب النتيجه ايه بقى؟ هي الدكتوره اللي قالت لي كده هي ما ظلمتنيش، ولكن اهملت انها تجيب لي حقي. انت مؤهل ان انت تبقى معيد؟ معاك درجات؟ اتخرجت مثلا؟ انا اول دفعتي اولى وثانيه وثالثه، وجا في الترم الاول من رابعه حصلت المشكله كلها. كان في دكتور اسمه حسن علي محمد، الدكتور ده كان ماسك مادتين، ماده الكتابه للراديو والتلفزيون وماده مناهج بحث في الاذاعه. فهو لما عرف ان انا مش شاري الكتب بتاعته وعرف ان انا الاول على الدفعه كلها استقصدني. ما تروح تشتكي للعميد؟ استقصدني يعني. بس ايه؟ بقول لك يعني ما روحتش ليه تشتكي للعميد؟ انا هقول لحضرتك هو عمل ايه بقى عشان يحبط تركيبي؟ كان في المادتين كان فيهم جانب شفوي وجانب نظري. الجانب الشفوي ب10 درجات والجانب النظري ب10 درجات. فهو جه في اخر محاضره قال للطلبه انا مش هعمل امتحانات شفويه وانا هدي الدرجات بناء على حضور المحاضرات وعمل التكليفات. انا عملت كل التكليفات المطلوبه مني وحضرت جميع المحاضرات. فالمهم جيت اجيب النتيجه لقيته مهبط لي شفوي، عاطيني 6 شفوي والنظري 8 من 10. كلمته قال لك ايه بقى؟ الماده الثانيه 6 شفوي والنظري 8 من 10. طب لما انت كلمته قال لك ايه؟ قال لي انا اعطيك الدرجات بناء على التكليفات اللي انت عملتها يا محمد. قلت له ازاي انت عاطيني الدرجات بناء على التكليفات في حين ان انت جاي في النظري في الامتحان النظري سؤال بيقول اكتب ملخصا للخطه. طب المشكله فين يا محمد لحد دلوقتي؟ المشكله ان هو ما عملش امتحانات شفوي وعدد درجات وفقا لميوله الذاتيه. طب ليه ما رحتش قابلت العميد واشتكيته؟ طبعا حصل رحت للعميد، والعميد اول ما سمع الحكايه ديت صار وغضب جدا وقال دي مصيبه. كلم الدكتوره رئيسه القسم اللي هي وفاء عبد الخالق ثروت اللي قالت لي لو طلعت معيد انا هستقيل ديت. كلمها في التليفون قال لها ايه المصيبه اللي انتوا عملتوها ديت؟ دي مصيبه، ازاي طالب ياخد درجه ضمن؟ قالت له ايه بقى النتيجه النهائيه؟ ده فساد اهدار للمال العام والكلام ديت، قال لها كده في التليفون. ماشي، هي قالت له ايه؟ قالت له ده الدكتور صاحب المادتين اللي هو دكتور حسن كان جاي يعمل ندوة عن الفساد في كلية الآداب. قال لها طب اسكتي عشان بطني وجعاني. فساد ايه؟ اما هو ارتكب فساد. طب انت عايز تشتكي مين يا محمد ونبعت شكواك لمين؟ انا رحت اشتكي، انا بعت شكاوي كتير لرئاسة الجامعة. بطلت الشكاوي بتاعتي عشان ان انا من اسره فقيره وان انا ابويا بياع خضار على باب الله يعني، فهم ما استجابوش لشكوتي. رحت اشتكيت لوزير التعليم العالي تجاهل شكوتي برضه، والموضوع وصل لرئاسه الجمهوريه والمسؤولين اللي في الرئاسه تجاهلوا المشكله عشان خايفين على مناصبهم. طب انت دلوقتي في جامعه المنيا يا محمد مش كده؟ ايه؟ انت في جامعه المنيا؟ أنا من جامعة المنيا. المشكلة طيب حضرتك إن أنا يعني بيني وبين الأول درجة واحدة فقط، الأول 865 وأنا 864. بشكرك يا محمد، وخلينا نناشد السيد رئيس جامعة المنيا ووزير التعليم العالي ببحث شكوى ابننا محمد، لأنه حسب كلامه أنه بيتعرض لظلم بين واضطهاد من بعض أساتذة الجامعة، وأزمته هي الفقر والفقر مش عيب. هروح لطارق من القاهرة. طارق يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك محمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا. اولا طبعا بنشكر حضرتك جدا ان حضرتك اديتنا فرصة نوضح مشكلة. العفو، اتفضل. انا بس هستأذن حضرتك هاخد وقت زيادة شوية لان هي مشكلة كبيرة جدا.
بإيجاز بس عشان عندي كم تليفونات غير عادي. بإيجاز يا فندم، بإيجاز يا فندم. احنا معرضين لعملية نصب في مبالغ تزيد عن 50 مليون جنيه بناء على تعاقدات لشراء وحدات في شركة اسمها المنصورية كلاب للاستثمار العقاري والسياحي. اللي حصل ان ده كان التعاقد في 2010 لمجموعة كبيرة من الملاك قدام في 2010، كان التسليم في 2013، ما حصلش تسليم وحصلنا على احكام بحبس صاحب الشركة اسمه محمد احمد خيري 3 سنوات. هو توفاه الله في السجن في شهر 8/2018 بعد ما توفى زوجته بالاشتراك اسمها امل يسري بالاشتراك مع عماد وديع عزيز مينا صاحب شركات مينا مصر. قاموا ببيع الكومباوند مرة تانية لمجموعة اخرى من الملاك وباعوا الوحدات مرة واثنين. بالصدفة اكتشفنا الموضوع ده لما قابلت الاستاذ عمرو صبري، هو للأسف مش في مصر، قابلته بالصدفة في مناسبة ما فاتكلمنا، فاكتشفت ان انا مشتري في نفس الكومباوند اللي هو مشتري فيه جديد واحنا الاثنين معرضين لعملية نصب. فابتدينا نجمع كل الملاك، لقينا ان احنا لحد دلوقتي ما يزيد عن 200 بني ادم. تم جمع مبالغ مننا ما تزيد عن 50 مليون جنيه. واللي اكتشفناه بعد كده وما تنفذش المشروع ولا حاجه، ما تنفذش يا فندم، يعني اجمالي اللي حاصل في الموضوع 10% ودول تموا من سنه 2010. ده اللي بتخاطب مين وطالب منه ايه؟ احنا بنخاطب النائب العام اولا. ما تخاطبوش، روح قدم بلاغ عندك المحامي. قدمنا يا فندم، قدمنا يا فندم، قدمنا يا فندم بلاغات في ما يزيد عن 80 بلاغ معمولين في نيابة قصر النيل وحاليا في تحريات مباحث الأموال العامة. احنا بنستأذن بس النائب العام لان اللي عرفناه ان عماد وديع عزيز مينا بيخطط دلوقتي للهروب بره مصر خالص بجميع الأموال اللي لمها من يبقى انت بتناشد مكتب النائب العام لبحث شكواكم ومكتب رئاسة الجمهورية. خلينا نروح للنائب العام بس، يعني النائب العام لو مكتبه اهتم يبقى ده بدأ يتحل مشكلتكم. نتمنى ده من مكتب النائب العام. نروح لجيهان من القاهرة، اتفضلي جيهان. حضرتك انا دكتورة جيهان احمد، انا كنت نائب كبير اطباء شرعيين ورئيس المعمل الطبي الشرعي، مصلحة الطب الشرعي. حضرتك دلوقتي في على النت اعداد كبيرة جدا من المخطوفين والتايهين، والاهالي عمالة تناشد بنشر صورهم واعمل شير، وده مش هيوصل لحل لان الطفل بيتحط في دور الايتام باسم جديد وبيتغير شكله. فالحل هو عمل دي ان ايه لجميع الاطفال اللي موجودين في دور الرعاية. طب عملنا دي ان ايه هنعرف ابهاتهم ازاي؟ حضرتك كل اب وام عندهم طفل اتخطف او تاه بيتوجهوا للنيابة، والنيابة بتحولهم لمصلحة الطب الشرعي يعملوا على حسابهم حتى التحليل ويسلموه ويحصل مقارنة اللي على الجهاز بيقولوا له انت طفل. يعني حضرتك كده ما بتقوليش شكوى، حضرتك بتقترحي اقتراح لحل مشكلة موجودة في المجتمع. في المجتمع يعني. ايوه ايوه ده تفكير ايجابي من حضرتك. الاهل دي بتموت كل يوم اللي ابنها يعني يتخطف. صحيح صحيح صحيح. والطفل ده اتدمرت حياته. طب احنا نبعت الملاحظه بتاعت حضرتك وهذا الاقتراح لمين؟ بص حضرتك انا بناشد رئيس الجمهوريه ان احنا نعمل حمله زي حمله فيروس سي اللي ناجحه دي برعايته، ان يبقى رعايته نعمل حمله عوده الطفل لاهله. بناشده ان هو يصدر قرار لوزاره التضامن الاجتماعي انها تعرض جميع الاطفال اللي عندها، طبعا هي عندها اكيد يعني قايمه وداتابيز قايمه بيهم، ان هي تعرضهم على مصلحه الطب الشرعي. احنا ممكن نشوف 150 طفل كل اسبوع وفي جهاز في طنطا. ممكن اقتراحك اكثر من رائع. ونروح للسيد رئيس الوزراء. حاضر دكتوره جان. حاضر دكتوره جان. والناشد السيد رئيس الوزراء اقتراح دكتورة جيهان قيم جدا. يعني أولياء الأمور الولاد المخطوفين يروح يعملوا دي ان ايه ونشوف تحليلات للأولاد اللي موجودة في دور الأيتام. طارق من القاهرة، تفضل طارق. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أنا حضرتك أنا يعني اشتكيت لطوب الأرض مش عارف أعمل ايه ولا أوصل لحلول. تفضل قول مشكلتك. حضرتك انا معاق ومركب شرايح ومسامير في رجلي الاثنين، وقاعد في سكن بالايجار، بعت جواب مسجل بعلم الوصول لرئاسه الجمهوريه، وكنت باخد معاش ضمان اجتماعي اتقطع لغايه دلوقتي من شهر 11، وما عنديش اي مورد ولا اي حاجه اعيش منها. معاش الضمان الاجتماعي اتقطع ليه؟ اتقطع حضرتك حوالين الكومسيون. طب رحت الكومسيون ما جبتش نسبه،
عملت تظلم في محافظة الجيزة. تظلم في محافظة الجيزة لغاية دلوقتي ما فيش أي ردود، لا من مجلس الوزراء ولا من أي جهة. طيب تبعت شكواك لمين يا طارق على الهواء؟ أنا بناشد السيد رئيس الجمهورية، أنا رحت لغاية قصر الرئاسة وما عرفتش أوصل لغاية القصر. كله رئيس الجمهورية يعني؟ طب قول ناشد وزيرة التضامن يعني. ولا حضرتك كل الناس دي ما حدش رد عليا فيهم، بقول لك يعني نفسي حد يعبرني ولا حد يسمع صوتي. اشكرك طارق. يعني شكاوى الناس يعني مش عارف ليه ما لهاش حلول، يعني ده اي مسؤول لو قاعد بس وجنب التليفون في فقره يوم الاثنين هموم الناس هيفرج هموم ناس كتير قوي. ام خالد الغربيه اتفضلي. ام خالد السلام عليكم. سلام ورحمه الله، وعلي صوتك. ايوه لو سمحت بعد اذن حضرتك، بس انا معاشي صغير ما بيكفينيش لا انا ولا عيالي. عندك كم عيل ومعاشك قد ايه؟ معايا 5 ولاد وبقبض 1540. وجوزت الولد والبنت والديون مع يعني عليا ديون كتير بصراحه. وطبعا حضرتك عارف الكهرباء والميه والغاز بيجوا كتير قوي قوي. فيعني يوم ما بيبقى لي من المعاش بيبقى لي 1000 جنيه، طب امشيها ازاي؟ مانيش عارف صراحه يعني. طب تبعت شكواك لمين؟ والله انا بشكر ربنا، هو انا مش عارفه بصراحه اقول لمين يعني، لان انا يعني حاولت اسال ناس كتير ان هم يعني يساعدوني في الفلوس ما فيش. نتمنى من اي مؤسسه خيريه زي مؤسسه مصر الخير التواصل معنا وبحث حاله ام خالد من الغربيه وايجاد حل سريع لها. خالد من الفيوم اتفضل. خالد مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بك حبيبي. مع حضرتك خالد بدوي، عامل بمشروع تغذيه المدارس محافظه الفيوم مصنع بشوايه. اهلا بك حضرتك. انا كنت تواصلت مع حضرتك قبل كده حوالي 3 مرات بسبب مشكله مشروع تغذيه المدارس على مستوى الجمهوريه. مشروع تغذيه المدارس ده تابع لوزاره الزراعه، 15 مصنع على مستوى الجمهوريه. كنا في الاول بنتواصل مع حضرتك بسبب مشكله عدم التثبيت، واحنا اجراءاتنا واوراقنا منتهيه كلها بقالها اكتر من 3-4 سنين بالنسبه لموضوع التثبيت. ما حليناش موضوع التثبيت، وصلنا كمان ان مرتباتنا بدات تتعطل، بدل ما كانت بتجي بانتظام بقت بتجي كل شهرين كل 3 شهور. حاليا دلوقتي الحال ازداد سوءا، يعني حضرتك في بدايه الحلقه كنت بتتكلم عن تهنئه الام بعيد الام و مشاريع متناهية الصغر للأم وكده. احنا معظم بنسبة 80% من العمال عندنا في مشاريع تغذية المدارس هي أمهات وأرامل ومطلقات بيتقاضوا مرتبات من مشروع تغذية المدارس. طبعا المرتبات شهرين ثلاثة ما بتجيش، ده غير ان هم بيتقاضوا مش مرتب كامل، نص خالد شكواك مرتب. عند مين يا خالد حلها؟ شكواي عند احنا حضرتك دلوقتي انا بتكلم بالنيابة عن مصنع واحد من ضمن ال 15 مصنع على مستوى الجمهورية، وهو مصنع بشواي. المصنع ده حاليا يا فندم وصلت بيه الحالة انه اتوقف مصروف عليه ملايين، لانه سايبين شغله او عاطين شغله انه يشتغل لهيئة سلامة الغذاء. طبعا مين اللي يحل المشكلة يا خالد؟ الحل المشكلة هيئة سلامة الغذاء دي يا فندم تابعة لرئيس مجلس الوزراء. هيئة سلامة الغذاء دي حط المشكلة في عدم تشغيل المصنع لحد دلوقتي، في ان عايزين قائمة موردين معتمدة عندهم. طب يا فندم احنا هيئة سلامة الغذاء ما تدولنا قائمة الموردين، المصنع العمال جاهزين، الامهات اللي حضرتك بتطالب ان تعمل لهم مشاريع موجودين وقاعدين ما بيعتقدوش مرتبهم بسبب المصنع. نروح للسيد رئيس الوزراء ونطلب من مكتبه بحث شكوى خالد من الفيوم، هو وعدد كبير من الاهالي بيعملوا ولا يتقاضوا مرتباته. اخر اتصال تليفوني محمد من دمياط. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، علي صوتك يا محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك؟ اهلا بك يا حبيبي. بقول لك انا استاذ محمد، انا دلوقتي عندي مرض الفيل في رجلي. مرض الفيل. الفيل وانا قاعد في البيت دلوقتي ما بشتغلش. انا يعني كان وزني 206 والناس عملوا له عمليه، لموا له عملوا له عمليه والحمد لله خسيت 90 كيلو. ودلوقتي انا ليا اخ متوسط الجيش من 2006. فانا بتمنى بس لو يعملوا له معاش، لو المعاش عايش منه. انا بقى اخد معاش الضمان 450 جنيه، هم مش مكفين اي حاجه، وعامل عمليتين مفصل في رجلي. انت بتصرف معاش يعني ضمان؟ 450 جنيه. طب عايزهم يعملوا ايه؟ يزودوه او مثلا يعني ليه اخ متوفي في الجيش يعملوا لي معاش. نتمنى من اداره الشؤون المعنويه لو كانت حاله
محمد من دمياط تنطبق عليها شروط صرف معاش من القوات المسلحة، نتمنى بحث حالته، نتمنى. هطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل عندنا فقرة هتبقى ممتعة قوي بالنسبة لحضرتك، نخرج بيها بره بقى التموين والصحة والتعليم والكلام ده، نتكلم عن الكائنات، هل في كائنات عايشة في الكون ده، ولا احنا بس الكائنات والمخلوقات الوحيدة اللي ربنا خلقها على الكرة الأرضية؟ حوار اعتقد هيكون ممتع باذن الله مع الباحث في علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، ونشوف دلوقتي تقرير الداخليه عن نشاطها في مقاومه المخدرات. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي إطار جهودها لضبط تجار وحائز المواد المخدرة نجحت وبالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط 29 لفافة من مخدر البانجو و114 تربات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عدد من الأشخاص بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية ومطروحة اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية من حصيلة البيع. الإنسان على كوكب الأرض عنده سؤال فضولي، هل في كائنات ومخلوقات أخرى على كواكب أخرى في مجموعتنا أو في مجموعات أخرى؟ الإنسان بيبحث، طلع القمر، وصل مركبة للمريخ، مؤخرا مركبة أمريكية، هتفاجأ بأن قدماء المصريين من أولى الحضارات اللي اهتمت بفكرة وجود مخلوقات أخرى على كواكب أخرى أو ما يعرف بالكائنات الفضائية. حوار ممتع ننتظره مع ضيفي الكريم الباحث في علم المصريات الدكتور وسيم السيسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. في البداية، القدماء المصريين هم من أوائل الناس اللي اهتموا بظاهرة الأطباق الطائرة؟ هو إحنا عندنا وثيقة من تحتمس الثالث مؤسس الأمبراطورية أو الإمبراطورية المصرية بيقول أخبرتني الآلهة الكهنة. قالوا له إيه بقى؟ قالوا له أن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية دائرية لامعة، أمرت بتسجيل هذه الظاهرة للأجيال القادمة، وكان ذلك في السنة 22 من حكمي في فصل الشتاء. دي موجودة في الفاتيكان الوثيقة دهيا اللي بتقول على ان كان هناك يعني زيارة لكائنات فضائية لهذا لمصر يعني. وده الملاحظ يعني في العالم كله بيقول انها بتكثر حوالين المحطات النووية. هل بيستمدوا طاقة؟ هبوط الكائنات الفضائية. الاطباق الطائرة بالذات يعني. ودي أصبحت شائعة ومعروفة يعني. يعني دي أصبحت حقيقة. دلوقتي. ويكفي أي حد يقدر يرجع للكلام بتاع وزير الدفاع الكندي من سنة أو اتنين على مدى ساعة كاملة، وهو يقول كل التقدم بتاع الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو نتيجة اتصالها بكائنات من كواكب أخرى. فبتاخد منهم وعشان كده حتى هناك علم ظريف قوي اسمه Reconstruction of Ancient History اللي هي إعادة كتابة التاريخ القديم. يعني إيه؟ يعني مثلا نجد في العهد القديم عربة حزقيال. حزقيال ده أحد الأنبياء بتاع بني إسرائيل، فبيقول إيه؟ بيقول الحيوان العظيم الذي يربض عند نهر خابور، نهر خابور ده في العراق، ينزل مزمجرا من السماء مخلفا وراءه نار ودخان، ويجري على الأرض ببكر داخل بكر زي الدبابة يعني. والحيوان كله عيون، وتفتح بطن الحيوان وتنزل منه ملائكة في ثياب بيض، وأحد الملائكة خارج الحيوان يتحدث في البوق إلى الملاك الذي في داخل الحيوان. هو ما عندوش الفوكابر بتاع أسترونوت يعني رائد فضاء ولا سبيس شيب اللي هي مركبة فضائية، هو بيعبر بالفوكابلر اللي موجود عنده. حيوان عظيم وملائكة اللي هم الرواد الفضاء، العيون اللي هي الشبابيك، يجري على بكر داخل بكر زي السير بتاع الدبابة.
فالجماعه دول بقى، ودي في كتاب كامل دلوقتي عن اعاده كتابه التاريخ القديم في ضوء المفاهيم الجديده ده، هي اسمه تشاريت اوف ازكيال اللي هي عربه حزقيال اللي هي ده هي. ويستشهدوا بحاجات تانية غريبه جدا بقى، يعني برضه في العهد القديم احد بنات لوط لما متجوزه جوزها راح غاب عنها ورجع فلقى الطفل شكله غريب، قال لها هذا ليس ابني، فاقسمت له وقالت له هذا هو ابنك وليس ابن احد ابناء الالهه. فإريك فون داكشتن له كتاب عظيم جدا اسمه تشارت اوف جوز اللي هي عجلات الالهه، بيتساءل من هم ابناء الالهه الذين كانوا يخالطون الشعب لدرجه ان الطفل جاء شكله غريب شويه فبتقسم لزوجها ان هذا هو ابنك وليس ابن احد ابناء الالهه. إريك فون داكشتن هو يرى انهم ناس كانوا موجودين من اوتر سبيس بيبول وان هم كان يعني ممكن كده كده. برضو الجماعة بتوع العلم ده يقول لك الحوت اللي ابتلع يونس أو يونان النبي وقعد في بطنه 3 أيام ده كان مجرد غواصة، وهذه الغواصة هي خدت عملت دراسة على يونان النبي وبعد كده طلعته على الشاطئ، فهو ما عندوش فقابل إنه يقول سبمارين ولا غواصة ولا بتاع، إنما ده بيقول ده علم بقى قائم على الكلام ده كله اللي هي الظواهر الغريبة. مثلا برضو نجد في العهد القديم إيليا النبي اتخطف في مركبة نارية، وحتى إليشع تلميذه كان موجود ما خدش منه غير ثيابه قدر يمسك فيها ودي اللي فضلت له موجودة بتاع. هما في رأي الناس اللي هما بتوع ريكونستراكشن انشات هيستري ان دي كانت مركبة فضائية وخدت واحد من أفراد الشعب، ربما لأنه كان إيمينانت ولأن يعني كان نب، وبالمناسبة دي كلمة نب كلمة مصرية قديمة معناها سيد سيد قومه، فأخذته تدرس إيه هو الشخص ده وبتاع. فده علم جديد، بس الجميل بقى أن دي ناس عندها حرية فكرية وأنها بتناقش خطأ مش خطأ صواب مش صواب، إنما هم شغالين دراسة جامدة دلوقتي. أضف إلى هذا أن في دلوقتي قضايا كثيرة جدا بخصوص هذا الموضوع، لأن في قانون في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه Freedom of Information Act اللي هو فايا. فجيرسون أند برات اتنين القانون ده بينص على إيه؟ القانون ده أن من حق أي فرد في الولايات المتحدة الأمريكية أن هو يحصل على المعلومات التي يريدها على شرط واحد، أن لا تؤثر على سلامة الولايات المتحدة الأمريكية. طب يعني أمريكا كشفت للعالم عن كائنات فضائية؟ كشفت يعني بالقضايا يعني، إنما يعني مثلا على سبيل المثال رفعت قضية على واحد اسمه ييتس كان رئيس الـ National Security Agency American National Security Agency، فبالقضية دهيا المهم خدت لها كم شهر كده، وفي الآخر كانت القضية اسمها جيزيل أعلنت وقالت أن الوكالة لها الحق كل الحق على أن تحجب هذه المعلومات، لأن release of such information أو خروج هذه المعلومات يدمر مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد كبير. أشهر حادثة كائنات فضائية أو ظهور أطباق فضائية في كوكب الأرض هي الظاهرة بتاعت إيران اللي هي سنة 79. ليه بقى؟ ودي بيعتبروها من الهارد ايفيدنس او يعني يصعب تكذيب. يصعب تكذيبها لان عمال الرادار الساعه 11 صباحا ابلغوا وزير الدفاع ان في مركبه فضائيه عملاقه ظهرت في سماء البلاد، وهوفرينج يعني عايمه لا بتجري ولا بتروح. مئات الالاف من الايرانيين شافوها، عمال الرادار سجلوها، اتصلوا بوزير الدفاع كان لسه منزلش من بيته، طلع شرفة بيته بس لقاها أمر بطائرة استطلاع ميج 21، طلع الطيار. الكلام ده كتبه أرثر كلارك في كتابه Mysterious World عالم غريب يعني أو كله أسرار، وجايب بقى تفاصيل التفاصيل يعني. يقول لك أن الطيار ده بتاع ميج 21 طائرة الاستطلاع ده هي نزل ولون وجهه لون الموت، Color of his face is near to death. فبلغوا وزير الدفاع، فوزير الدفاع أمر قال I want a daring pilot طيار جريء
وادوله سوفيستيكيتد بلين ميك 23 الكترونيك كاميرا وصواريخ جو جو، طلع الطيار الجريء بس كان هيدفع عمره فيها، وطلع وابتدى يسجل ويبعت له، مش يسجل يعني يقول لهم، يتصل بيهم مركبة فضائية عملاقة ماذر سبيس كرافت قطرها 90 متر، وهوفرينج عايمة يعني لا بتتحرك ولا أي حاجة، وبتدي أضواء مختلفة أحمر على أخضر على أزرق. وبعدين قال لهم أنا بتعرض هيفي إلكتروماجنتيك فيلد، مجال كهرومغناطيسي قوي بحيث أن الكاميرا مش قادرة تصور. وفجأة فتح جزء من المذر سبيس كرافت المركبة الأم ده هي، وطبق طائر قطره 9 متر يعني أكتر من الترابيزة دي مثلا، اندفع هيدنج ات هيم، راح مشغل الصاروخ، وحتى أرثر كلارك جايب قوته بالظبط AIM-9، يمكن الناس اللي هم في الصواريخ يعرفوا الكلام ده كويس، إن الصاروخ ينطلق أبدا برضو عشان المجال الكهرومغناطيسي اللي شال كل حاجة. فعرف أنه ميت لا محالة، جاي راح عامل سادن دايف نازل تحت وهو بيبص تاني كده لقى الطبق الصغير ده دخل في المركبة الأم دي وشوية واختفى. دي بقى يصعب تكذيبها ليه؟ ألاف الإيرانيين شافوا، وزير الدفاع شاف، ميج 21 طلع ولون وشه لون الموت، ميج 23 طلع وحاول يشغل الصواريخ والكاميرا ما اشتغلتش، عمال الرادار سجله. لا هنا بقى ما تقدرش، ودي بيسموها هارد ايفيدنس غير الفيزيكال ايفيدنس اللي هي الأدلة المادية بقى. وعندنا حادثتين للأدلة المادية على هذه الأطباق الطائرة موجود. حادثتين حصلوا إمتى؟ حادثة منهم اللي هي في نيو مكسيكو، اللي هي ضابط مرور اتصل برئيسه كان اسمه جيفيز، قال له في عربية مقلوبة وبتحترق على هاي واي 85، قال له روح وأنا هحصلك. فراح وفوجئ بأن المركبة السيارة ما هيش تشتعل ولا حاجة، ده عبارة عن طبق طائر على ارتفاع 2 متر 3، وشاف اللي جواه أشكال غريبة جدا، خاف خوف رهيب، جري وحب التفاصيل، نظارته اتكسرت وما اتكسرتش وبتاع. وفجأة جاء رئيسه فشاف المنظر ده واتصل بالقوات الجوية انها تحاول تيجي وبتاع، ما فيش ثواني كده هون وده طار. لقوا على الصخور نوع من المعدن وجد عرفوا انها سبيكة، وعرفوا انها مكونة من الحديد والقصدير بنسب معينة ضد التآكل، وحتى بيقولوا انها الولايات المتحدة الامريكية ابتدت تستفيد من السبيكة التي لا وجود لها سواء في خريطة السبائك بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، ودلوقتي بيستخدموها في تروس الهبوط لمكوك الفضاء، كانت بتتآكل منهم، فلما عملوها بالطريقة دهيا نفس النسب بتاعت الألويا والسبيكة دهيا قدروا. فدي بيعتبروها hard evidence physical evidence أو يعني دليل يصعب ضحطه. مرة تانية في البرازيل 4 صيادين انفجر قدامهم طبق طائر، خدوا الجزء من الهيكل بتاعه قوي جدا وخفيف جدا، ادوا جزء للحكومة البرازيلية، الحكومة البرازيلية ادت جزء للولايات المتحدة الأمريكية، اترفعت قضية وقالوا لنا بالفعل تم ايه في الموضوع الطبق الطائر اللي انفجر ده. باختصار طلع ان معمول من مادة ألترا بيور ماغنيسيوم with high content of strontium، كلام ده هو اي حد يقدر يرجع له في دائرة المعارف البريطانية تحت عنوان physical evidences of UFOs، UFOs اللي هي الاطباق الطائرة unidentified flying objects اللي هي الاطباق او الاجسام المجهولة الهوية. فالمهم بتطلع بقى ان هذه المادة مادة مصنعة وليست مادة كونية يعني، وأن هذه المادة لا وجود لها على سطح الكرة الأرضية ويصعب تصنعها. ويصعب تصنعها.
ما نقدرش نعملها بالطريقه دي. عباره عن الترا بيور ماغنيسيوم مع كميه من الاسترونشيوم وهي ماده مشعه اللي موجوده. فدي بنعتبرها فيزيكال ايفيدنس الى جانب برضو الهارد ايفيدنسز وهي كثيره. برضو الحادثه الكبيره الخطيره بتاعت سنه 47 اللي هي روزويل اللي هي كان فيها اجساد خضراء وبتاع حاجات من دهين وطلع فيلم يعني اخيرا وانا عندي الفيديو بتاع الفيلم ده هو راس كبيره وعينين لوزيه الشكل وجسم مخضر وبتاع حاجات من دي وحتى اتعرض الكومنتاتور هو ده هو الكومنتاتور او المعلق وبعدين وجدوا حاجه في مكان الكبد وفيها حاجه معدنيه كده هو الكومنتاتور وبعدين عملوا دراسه جامده على هذا الموضوع حتى الالات الجراحيه عاوزين يعرفوا قبل 47 ولا بعد 47 فطلعت انها قبل 47 مما يؤكد صدق الحادثه دهيا. اللون الاخضر طبعا على حادث روزويل دي حادثه روزويل وده المركبه الفضائيه اللي هي طبق الطائر في سته اجساد وبعد ما يعني الجرايد اعلنت اخيرا طبق طائر احنا مسكناه الدنيا اتقلبت كلها من الاول للاخر. تاني يوم قالوا ان ده كان بالون اختبار مش بالون اختبار وكل الاجساد ده هي ليست يعني خلاص اختفت من الاول للاخر. والشيء يعني الجميل نذكر ان كارتر قال اذا بقيت رئيس الولايات المتحدة الامريكية سوف اعلن اسرار عن الأطباق الطائرة لأني أنا رأيت بعيني رأسي طبق طائر من شرفة منزلي. فـ UFOs are real هي حقيقة. وبعد طبعا ما بقى رئيس كفر أب كلهم كده يعني ممنوع الكلام. CIA اترفعت ضدها قضية عن الأطباق الطائرة اعترفت أن لديها 9000 وثيقة عن الأطباق الطائرة ولا تستطيع أن تعلن للجمهور إلا 100 فقط منهم. محتوى 100 إيه؟ الحاجات بقى اللي تقدر الناس تقدر تكذبها وبتاع. إنما يعني شيء الغريب إن كلها ناس يعني مثلا اللي كان رئيس السي آي إيه بعد ما خرج على المعاش ففي التلفزيون بيتكلم وزي ان وان اتقطع عليه الارسال عشان ما يكملش الحاجات اللي زي ايه. الفكره بقى ان هم يعني ما هماش عاوزين يعلنوا. اولا صدمه فكريه رهيبه جدا. النقطه الثانيه ان صعب على الناس ان تحس ان القوه اللي بتحكمهم هنا في الارض انما هي لعبه بالنسبه للكواكب اخرى مثلا. الحاجه الثانيه هتبقى هزه دينيه رهيبه جدا. يعني طب ايه الحكايه يعني احنا ايه بتاع. ولو فرضنا ان الكائنات ده هي عندها مايكرو فيلمز لتاريخ البشريه دي كلها وهتعلنها يعني حاجه. لا طبعا ده يوم ما نزل ارمسترونج على سطح القمر واحد مات في سويسرا من الانفعال جاست ان القمر اللي جنبنا ده يعني فما بالك بقى بحضاره. وبعد كده هنطالب هؤلاء الحكومات. لورد كلانك تري وهو احد اعضاء مجلس اللوردات البريطاني طلع يهاجم الحكومه البريطانيه والامريكيه ويقول انا للحكومه البريطانيه مع الحكومه الامريكيه ان يكف عن خداع شعبيهما ويعلن ما لديهما من اسرار بخصوص الاطباق الطائره. ده من حقنا نحن نعرف الكلام ونواجه كل حاجه ايه يعني المعلومات اللي وهكذا. فيعني هي حقيقة ما فيش شك حقيقة لا يمكن إنكارها. في كائنات فضائية على القمر بما أننا رحنا للقمر؟ لا ما فيش حاجة اتقابلت ولا حتى بالنسبة للمريخ. يعني في مسلة على القمر؟ أنا أعتقد دي حاجات يعني كده يعني أشكال من الكون نفسه يعني إنما إحنا نقدر نقول إذا بتظهر سحب أشكال. بس حضرتك قلت لي أرمسترونج لما نزل على القمر كانوا بيحددوا. لا ده في رحلته بيقول إن كانت هناك أطباق طائرة تظهر ولكنها فجأة تختفي. ودي بقى بتفسر إيه؟ بتفسر إن البعض بيقول دي مسافات رهيبة. يعني مثلا على سبيل المثال أكبر أقرب شمس إلينا هي على بعد 4 سنوات ضوئية.
والسنة الضوئية يعني سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، يعني لو عملت البطارية ثانية وقفلتها في الثانية دي الضوء يلف الكرة الأرضية 7 مرات. فأربع سنوات معنى كده 186 ألف في 60 يطلع دقيقة، في 60 يبقى ساعة، في 24 يبقى في يوم، في 365 يوم يبقى سنة، في خمس في 5 يبقى 5 سنوات. يعني إيه ده؟ فالرد عليهم ان الترانسبورتيشن او الانتقال، العلم عند هذه الكائنات تقدم الى درجة انها تبقى دي ماتيرياليزيشن، يعني يتحول الى طاقة، ماتيرياليزيشن يتحول الى مادة، تيلا ترانسبورتيشن اللي هي طريقة الانتقال من مكان لمكان، ان يتحول الى طاقة تنتقل بسرعة الضوء ثم يتحول مرة تانية. ودي التجربة بتاعت ألبرت أينشتاين سنة 1943. عمل ايه؟ هم جابوه على اساس الدي ماتيرياليزيشن تيلي ترانسبورتيشن، وفي في كتاب كامل على الانسيدنت دهيا او الحادثة دهيا، ويحكي فيها كان واحد اسمه كابتن أليندي ومن الناس اللي نجوا من الكارثة دهيا، ويحكي ازاي انه في هذا اليوم شاف على البارجة اللي هو كان على أساس يحولها إلى طاقة وتنتقل من نورفولك إلى فيلادلفيا. الكتاب ده اسمه فيلادلفيا إكسبرمنت، تجربة فيلادلفيا بتاعت ألبرت أينشتاين، ويحكي إن هو كان برا البارجة مع إنه ضابط كان عليها، وبعدين فوجئ بأن واحد شعره طويل، فبيقول لزميله بيقول له أنا متأكد إن الولايات المتحدة الأمريكية فيها حلاقين. I'm sure that the United States have barbers. فقال له اقعد يا اقعد ساكت يا غبي. قال له ليه؟ قال له ده ألبرت أينشتاين. قال له جاي يعمل ايه؟ قال له ده جاي يعمل تجربة على ازاي ان يحول البارجة دهيا الى طاقة وتنتقل من مكان الى مكان. According للكتاب بقى بتاع فيلادلفيا اكسبيرمنت، التجربة كانت ناجحة جدا لدرجة ان نص الطيارة اللي كانوا فيها اختفوا، ما الباقيين اتجننوا، واللي كانوا العقلاء منهم دخلوهم مستشفى امراض عقليه عشان يطلعوا ان هم كانوا مجانين، وبعد كده يقولوا اي حاجه ما حدش يصدقهم فيها يعني بتاع. وفي كفر اب على التجربه ده هي، وان اينشتاين لم يخبر بها احدا الا برتراند راسل، وبرتراند راسل اتكلم بعد كده وقال ان ألبرت أينشتاين قال له لسه البشريه ما نضجتش بما فيه الكفايه حتى تقدر تاخد اسرار المعادلات بتاعه والانتقال الديمة. الانسان من حاله ماديه الى الى الى, إلى طاقه، إلى طاقة، وبعد كده هون يقدر يرجع تاني. يعني زي ما لاحظتم هتلاقوني في معظم حواري مع ضيف الكريم دكتور وسيم السيسي، انا وسيم السيسي انا منصت اكثر من ان انا مشارك في الحوار لاني مستمتع بالكلام اللي قاله. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا. هل في شهداء للأطباق الطائرة؟ يعني راحوا اقتربوا من الأطباق الطائرة وانتهت حياتهم فجأة؟ هل حصل حوار ما بين إنسان على كوكب الأرض من أي جهة حتى ولو من أمريكا مع كائن فضائي؟ أسئلتي لا تزال متواصلة مع ضيفي الكريم عالم المصريات والباحث في علم المصريات دكتور وسيم السيسي. هل في شهداء للأطباق الطائرة؟ في سنة 48 أول شهيد، هو في شهداء كتير بعد كده، إنما أول شهيد للأطباق الطائرة كان واحد اسمه كابتن مانتل، فراجع بالطائرة وكان معاه سرب من 4 طيارات سنة 48 لسه خارجين طبعا الحرب العالمية الثانية، فقالوا له في يعني وينجلس ايروبلين، يعني طائرة من غير أجنحة غريبة، ممكن تتتبعها وتشوف لنا ايه الحكاية ده هيا. فأمر السرب اللي معاه بان هم ينزلوا وهو يتابعهم، هو ابتدى يجري ورا الطبق الطائر الغريب ده هو، وابتدى يصفه وانه دائري وان ما سرعته كبيرة جدا وان وان وان، وفجأة اختفى. اخيرا وجدوا ان طيارته متخرمة وفيها ثقوب،
وان الساعة بتاعته توقفت في اللحظة اللي هو ابتدى الارسال بتاعه يتوقف, وبيعتبروه كابتن مانتل على انه اول شهيد للاطباق الطائرة. طيب هل حدث حوار ما بين انسان وكائن فضائي؟ يقال ان ما بين واحد امريكي, وان يعني كان بيوصل ويصف, وان الكوميونيكيشن كان بينه وبينهم عن طريق الفكر, يعني يفهم هم عاوزين يقولوا ايه ويصلوا هم عاوزين يقولوا ايه. واكد هذا حادثه غريبه حصلت لي انا. انا كنت بشتغل يعني طبيب في كامبريدج, مستشفى هناك كان اسمها ادم بروكس هوسبيتال, يعني مستشفى كبيره قوي. فجت لنا حادثه وكانت بنت اسمها شيرل فريزر انا فاكرها, والبنت دي كانت واخده بعثة داخليه, ان هي من كنت اصلا في جنوب لندن, وجت عندنا كامبريدج عشان تدرس سوسيولوجي اللي هو علم الاجتماع, واخده بعثة داخليه يعني. فهي بتعدي, فجاء تاكسي خبطها, يعني اترمت, وكانت حاجه بشعه جدا, كسر الحوض وبتاع, عشان كده جت لنا عشان المسانه المتبهدله دي وبتاع. هي بتحكي لي بعد كده بعد ما فاقت يعني بثلاث اربع ايام, بتقول لي جت واحده بصت عليا وقالت شيز ديد, ميت. فانا عرفت ان انا حالتي خطيره جدا, فما بطلتش كلام حتى مع الناس بتوع عربية الإسعاف, لأن عارفة طول ما أنا بتكلم مش هموت, لغاية ما وصلت لكم وانتوا استلمتوني فأنا فقدت الوعي وبتاع, وكانت حالتها سيئة جدا يعني. المهم بعد ثلاث أربع أيام أنا بعدي عليها كده في العنبر يعني بتاعها, فهي السرير بتاعها قصاده في العنبر بتاعها بانوراما كبيرة قوي زجاجية كده. قبلها بيوم الجرايد أعلنت ظهور طبق طائر في سماء كامبريدج. فأنا الصبح كده بقول لها جود مورنينج مسز فريزر, قالت لي مس فريزر, قلت لها سوري أنا ما عنديش مانع أتجوز بس أنا أرفض الزواج. قلت لها ليه؟ قالت لي كانت ظريفة أوي البنت دي, قالت لي أنا أصل خالتي عندها جنون السرقة, وأنا أخشى إن أنا لما أتجوز أكون بحمل البذور السيئة بتاعت السرقة فأنقلها لأولادي, عشان كده أنا رافضة الزواج. فأنا بقول لها طبعا أنت شفتي بقى من الشباك الجميل بتاعك ده طبق الطائر بتاع اللي ظهر امبارح في كامبريدج. سكتت كده وقالت لي لولا ان انا عارفه انك مش هتسخر مني, ولولا ان في شاهد عيان صديقتي فالاري كانت قاعده جنبها بقى جنب السرير بتاعها, ما كنتش اقول لك اللي شفته. قلت لها قولي. قالت لي انا في كنت وانا عندي اهتمام برصد الافلاك, ففي حاجه اسمها بيجاسس. بيجاسس ده عبارة عن مجموعة من النجوم, عبارة عن حصان وله أجنحة طائر. فأنا بقول لها, كانت جنبي في العربية كانوا راكبين السيارة بتاعتها, قالت لها فالاري شايفة, أنا شايفة في نجمة زيادة في بطن هذا الحصان. فقعدنا نبص على النجمة دهيا لأنها ابتدت تتوهج وتكبر إلى أن بقت في حجم الأوتوبيس. تقول لي ذا بوس يسموا أو البص يعني, هم يسموا بوس, بقى في حجم البص ده أول, وابتدت تدي هامينج نايز, صوت كده له طنين. فأنا مأخوذة بهذا المنظر وصدقت اللي بيقولوه إن في حاجة اسمها أطباق طائرة. أنا ببص على فالاري لقيتها مستخبية في الدواسة بتاعت العربية, أصبت بالرعب وقلت أوف يو جو, امشوا من هنا. فما فيش ثواني اختفى وخد مكانه اللي كان فيه, هي متهيألها انه بين النجوم, انما طبعا المكان اللي كان هو فيه. تقولي بقيت اترعش وبتاع, ورجعت احكي هي عايشة مع جوز اختها, وجوز اختها امريكي, وهنا عايش في انجلترا ليه؟ عشان في قاعدة ذرية في كنت, ووظيفة القاعدة الذرية ده هي. المهم تفاصيل كده حكتها, فهي بتحكي له بتقول له حصل وحصل وحصل. قال لي ده بيلف حولنا كتير عندنا في القاعدة الذرية بتاعتنا, وكل أي قاعدة ذرية دايما حاجة من اتنين, يا هم خايفين ان احنا نتجنن ونعمل حاجة ونضيع الكرة الأرضية دهيا, وبالتالي هم يضيعوا, لأنه طبعا الكرة الأرضية زغرار لها حاجة, هم ده القمر بتاعنا ساعة ما يقرب مننا أو يبعد عننا بيغرق مراكب اللي هو الجد والمد والجزر ده بتاعه.
أو إن هم عاوزين يستمدوا طاقة نووية من المحطات الذرية، ما حدش عارف إيه، إنما حاجة عادية بالنسبة لهم. وأنا أذكر يعني كنت في مؤتمر هناك في نيو أورلينز في أمريكا، وبعدين في آخر اليوم فأنا وزوجتي واخدين تاكسي نرجع بيه، فشاب كده بتاع 28 سنة بقول له أنا قريت إن في أطباق طائرة بتظهر عندكم هنا في فلوريدا كتير، نيو أورلينز. قال لي طبعا ده أنا الشهر اللي فات أنا وأبويا شفنا واحد من الأطباق الطائرة وإحنا كنا على البيتش هنا وبتاع. فبعدين أنا بقول له so UFOs are real and they exist، موجودة وحقيقة. بص لي باستنكار كده، ما إحنا قاعدين ورا بقى. قال لي definitely they are real، طبعا حقيقة. حتى ساعتها زوجتي قاعدة جنبي قالت لي يا فرحتك أدي واحد أو يعني شاهد عيان على موضوع الأطباق الطائرة دي وبتاع. من حوالي 30-40 سنة فاتت كان 15% بس من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يؤمنون أن في أطباق طائرة، النهاردة 90%. 90% من وهناك سكان بعض الأمريكا من في أمريكا، وأن بعض أماكن فيك يا أمريكا، إما الراجل يقول لها الزوج يكون في البلكونة يقول لها أنا شايف طبق طائر، تقول له ما خلص اللي في إيدي في المطبخ. بقت يعني حاجة very common وحاجة عادية. طب إحنا ليه عندنا اقتناع بشري بأن الكائنات الفضائية أكثر تقدما منا؟ هم قدرتهم على أن هم ييجوا، السرعات الرهيبة. يعني في حادثة مشهورة أو سنة 52 لما أحاطت 4 أطباق طائرة بالبيت الأبيض في 19 يوليو سنة 52، وبعدها بأسبوع برضو كان يوم سبت في 26 يوليو أحاطت بالبيت الأبيض والبنتاجون. وزير الدفاع كان اسمه شوب اتجنن وقال we have to shoot them down، نضربهم وننزلهم. فالمساعد بتاعه قال له اسأل الرئيس، فاتصل بالرئاسة، فالرئاسة قال احنا ما نفهمش في الكلام ده، احنا نسأل الساينتيفيك بيرو، المكتب العلمي، وكان على رأس هذا المكتب العلمي ألبرت أينشتاين وأوبنهايمر بتاع الهيدروجيني. فالتقرير بتاعه اللي اتنشر في كتاب أباف توب سيكريت، سري للعادة، بتاع واحد اسمه تيموثي جود، أي حد يقدر يرجع للكلام ده، هو جايب الوثيقة اللي طلعت بس بقى كلها هباب اسود، معدا سطرين هنا وسطرين هنا، ملخص اللي تقراه من السطرين نرجو عدم التعرض لهذه الكائنات، لأن احنا قسنا سرعتها على الرادار طلعت 5 miles per second، 5 ميل في الثانية، يعني المساء يعني تقدر من كايرو إلى لندن في 5 دقائق، لأن احنا بين كايرو ولندن 2000 ميل، 2000 ميل يطلعوا حوالي 5 دقائق أو 4 دقائق يعني. وهذه السرعة لازم تكونوا بيلغوا الجاذبية الأرضية، لأن السرعة دي في وجود الجاذبية الأرضية يخلي عظم الإنسان بودرة على طول. فلازم في أنتي جرافيتي أنجنز في داخل هذه المراكب بحيث تلغي الجاذبية الأرضية، بحيث يقدر السرعات الرهيبة دي. المهم، فكان التقرير بتاع المكتب العلمي نرجو عدم التعرض لهذه الكائنات، لأن كل ما لدينا بما فيها الذرية والهيدروجينية just children's toys، لعب أطفال compared to what they have، بالنسبة لما يمتلكون. فطبعا من طب ليه أمريكا الأطباق الفضائية أكثر وجودا عندها أو هبوطا على أرضها؟ برضو في روسيا وبرضو في الحتة المتقدمة. يعني ظهورهم عندنا في مصر في عهد تحتمس الثالث امبراطورية واكتر حتة متقدمة في العالم، فظهروا عندنا وابتدوا يلفوا حوالينا، لدرجة ان قال اخبرتني الكهنة ان سماء البلاد امتلأت وامرت بتسجيل هذه الظاهرة يبقى هم عارفين ككائنات فضائية اين التقدم على الكرة الارضية. طبعا دفنت لدراسة بالنسبة لهم يعني، ولازم يعرفوا الكوكب ده، وكثفوا ظهورهم من بعد القنبلة النووية بتاعت هيروشيما وناجازيكا. هنا بقى الطفل الصغير اللي انت كنت بتسيبه في البيت عشان سنة ولا اتنين مش هيعمل حاجة، ده دلوقتي بقى عنده 5 سنين، ده ممكن يحط مسمار في فيشة يكهرب نفسه يبهدل نفسه ممكن. وبعدين بتعاملوا معانا ان احنا نقدر بقى ندمر هذا الكوكب بقى، وهذا الكوكب يدمرهم هم. ليه يدمرهم؟
ده لو ان القمر بتاعنا ده اختفى من الوجود الكرة الارضية دي تضيع من اولها لاخر. لو الارض دي توقفت عن الدوران القمر يلزق فيها وما فيش كائن حي يستنى، لان دي منظومة كلها متأثرة ببعضها البعض وكلها سلامتها قائمة على سلامة الكوكب الاخر. فكوكب زي الارض ده اللي هو بيسموه يعني سيستر لكوكب الزهرة، الزهرة دي تضيع. بص الدنيا اتلخبط كلها من الاول للاخر، وعشان كده هم يعني بيراقبوا حاجة. وهل وقوع حرب نووية ممكن؟ ده لسه تقرير جاي من الانترناشنال افيرز ان مرة الولايات المتحدة الامريكية، صح الرئيس الامريكي كان اسمه ريغن، كان ساعتها ريغن رونالد ريغن في اوائل الثمانينات، احنا بنهاجم دلوقتي في 200 رأس نووي جايين، فقال لهم طائرة استطلاع، طائرة استطلاع تنزل، صحوا منهم عشان يدي الامر باطلاق صواريخ نووية مضاد. المهم طلعوا لقوا طيور كبيرة وكل طائر في رجله حلقة حديد كبيرة كده هو، عشان يعرفوا الطيور المهاجرة دي طالعة منين وجاية فين وبتروح فين وبتاع. فالرادار سجل 200 نقطة جايين من الشواطئ، فهم اعتقدوا انها ممكن خطأ بشري يعني. طب ليه شيرل فريزر اللي حكيت لحضرتك عنها دي قالت لي ان كان العالم هيضيع من سبب واحد منهم، قصة غريبة جدا. واحد منهم هم امريكان بقى، كلهم ثلاثة امريكان، وكانت المحطة النووية ده هي وظيفتها انها تطلق صواريخها على الاتحاد السوفيتي. المهم معروف الثلاثة دول ان كل واحد يعرف خطوة واحدة بس، عشان لما تجي لهم اوامر واذا ظهر الجنون على واحد منهم من حق اي واحد يضربه بالرصاص. فبتحكي على جزء اختها ده هو ان واحد من الموجودين دول جاله جواب من مراته في امريكا تقول له انا لما تيجي امريكا انا رافع قضية طلاق فلازم نتطلق عشان انا يعني هتجوز فلان فلاني وبتاع. الراجل فقد عقله واتجنن، ومن وجودهم مع بعضهم البعض كل واحد عارف الثلاث خطوات ايه، فابتدى يشغل الدق يمسكوا فيه ثور هاك، اضطر جزء اختها يضربه بالرصاص. فبتحكي لي بتقول لي دخل المستشفى 6 أشهر لان قتل زميله طبعا بتاع، وكان لابد كده. وحتى انا فاكر يوميها كده عينيها تروح هنا وهنا شيرل فريزر دي تقول لي نقول ايه الاتحاد السوفيتي ضربناكوا بقنابل نووية عشان واحد مراته سابته عاوزة تتطلق منه. طيب هل في تصور عند العلماء هنا عن الكائنات الفضائية دي جاي من أي كوكب مثلا؟ على هو يعني أغلب الظن أنها يعني من الكواكب بتاعة المجموعة الشمسية بتاعتنا دي، هم 10-11 كوكب دلوقتي موجودين. طبعا المريخ في احتمال كبير قوي منه أنه. وبعدين في نقطة تانية مهمة، يعني الكائنات اللي هي بتاعت حادثة روزويل سنة 47 لونها أخضر. شيء غريب إن في دراسات دلوقتي عند بتوع الهندسة الوراثية إن وجدنا إن الهيم بتاع الهيموجلوبين بتاعنا يشبه تماما الكلوروفيل، يعني ده بورفرين وده بورفرين، ده مادة صبغية وده مادة صبغية، ده يحمل أكسجين وده يحمل أكسجين. لكن الغريب في الكلوروفيل إن بالمية وثاني أكسيد الكربون والطاقة الشمسية يعمل مواد سكرية ونشوية ويأكل المملكة الحيوانية والمملكة البشرية. طب ما أنا فيها مادة تشبه الكلوروفيل وفيها مية وفيها ثاني أكسيد كربون وبتعرض للشمس، ما بعملش مواد سكرية ونشوية ليه؟ هم شغالين على الحتة دي بقى إن يخليك كلوروفيل لايك. وعشان كده الأفلام بتاع الخيال العلمي الإنسان الأخضر ومش الأخضر على أساس أنت جعان تطلع تتشمس شوية تعمل مواد سكرية وتشبع تحل مشكلة الجوع في العالم وبالتالي مشكلة الحروب في العالم. يعني احنا قابلنا ناس بتوع الهندسه الوراثيه في شيفيلد، كنت انا وزوجتي هناك في انجلترا من كام سنه كده هون، وبعدين شغالين في الحته ده يعني. وبعدين هو بيحكي لي بيقول له يو ار ساني كانتري، بيقول لي هو انتم بلد مشمسه تستفيد قوي من الحاجات دي يعني. فقلت له اند يو ار ساني بيبل، انتم ناس مخوكوا منور ومشمس وبتاع. وبعدين قال لي المجاعات تنتهي والحروب، بقول له الحروب ليه؟ قال لي انت عمرك شفت شجره بتتشاكل مع شجره ثانيه؟ الخير وفير جاي لنا من السماء من الطاقة الشمسية، والشمس دي هتحل مشاكل الدنيا كلها سواء في الطاقة سواء في الغذاء سواء 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 في الحاجات اللي زي ده. فهل هم كلون أخضر فيهم هم بيعملوا مواد غذائية
عن طريق الشمس والتعرض للطاقة الشمسية علامة استفهام كبيرة. هل ممكن نصل إلى أن الإنسان يتحول إلى طاقة ضوئية؟ بالدي ماتيريالايزيشن هو بتطلع منه طاقات، يعني لدرجة أن واحد اسمه كليريان وهو عالم كيمياء روسي عمل أفلام حساسة وصور الفيث هيلرز اللي هم بيعالجوا بالطاقة، صورهم إيديهم كده في حالة كمون فوجد هالات زرقاء، في التركيز الشديد هو بيشفي وجد هالات بيضاء حوالين الهالات الزرقاء. فالجسم فيه طاقات، وعشان كده يعني احنا بنسجل الطاقة اللي خارجة من القلب اللي هو الاي سي جي الرسم الكهربائي، واللي جاي من المخ اللي هي الاي اي جي، واللي هي جاية من العضلات، واللي جاية من الأعصاب، كلنا طاقة من الأول للآخر. وعشان كده حتى أينشتاين لما قالوا له ما هي المادة، قال لهم it is a heavy condensation of energy، تكثيف شديد للطاقة. والمعادلة بتاعته اللي هي فتحت البوابة من عالم المادة للطاقة والطاقة للمادة، قال المادة الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، يعني الطاقة تبقى مادة والمادة تبقى طاقة. ودي فكرة الانتقال بتحويل الجسم إلى طاقة، وإنه ينتقل بسرعة الطاقة أو سرعة الضوء أكس. ده ممكن في قادم السنوات يعني ممكن أن الإنسان يتحول إلى طاقة أو ضوء وينتقل ويرجع مرة تانية ليه لا؟ فيعني العلم أفاقه رهيبة جدا جدا، ويعني الشعوب بتتقدم بالعلوم. يعني ما وعشان كده حتى يعني في القرن الثاني الميلادي كان عميد، كان فيه عميدين، كان ديمتريوس كان عميدا للأداب وستراتون كان عميدا للعلوم. قال جملة خطيرة جدا، قال الشعوب تتقدم بالعلوم ولا تتقدم بالغيبيات، لأن الغيبيات لا تصل بأصحابها إلى بر الأمان مهما كانت دوافع أصحابها نبيلة. الغيبيات أوضة ضلمة، وعشان كده الخلافات كثيرة جدا في السياسة وفي الغيبيات أو الدين. ليه؟ الذي نعرفه حاجة قد كده والذي لا نعرفه قد كده فبنختلف، إنما العلم يبحث في الموجودات. أنت بتختلف معايا، طب تعال نشوف. والعلم يخضع للتجربة، والتجربة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الباحث. فيعني وعشان كده مفيش خلافات في العلوم، إنما الخلافات كلها في المسائل الدينية والسياسية. وعشان كده حتى كان ابن رشد له كلمة لطيفة قوي، لا تناقش أي شيء في جموع كبيرة في المسائل الدينية والسياسية. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن في الجمع الكبير إنما هي تخضع لأعلاها صوتا، أما في الجموع الصغيرة اللي تقدر تناقش فيها المسائل دايا إنما هي تخضع لأصوابها فكرا وعقلا. فكرا وعقلا. هختم معاك، ماذا لو يعني هبط الكائنات فضائية بكثافة على الأرض، سؤال افتراضي، والإنسان تعامل معها، هل ده يعني يغير إيه على مجرى الكرة الأرضية؟ اولا اذا كانت يعني حاجه عدائيه واحنا قابلناهم عداء، هيقابلونا عداء بعداء، واحنا بالنسبه لهم طبعا هنبقى حاجه صعبه قوي يعني. فانما اذا تعاوننا معاهم اصل لعب اطفال بالنسبه لهم طبعا، انما اذا كان يعني في تعاون وهم طبعا مش محتاجين حاجه مننا او الى اخره، ففي الحاله دي نقدر مثلا ببطاريه صغيره يقدر يطلعها يشفي يذيب خلايا السرطان. موضوع السرطان ده يكون هم حلوه مثلا من الاف السنين قبل كده مثلا. يقدر مساله الغذاء، يعني انا شفت بعينيا دهيا بالهندسه الوراثيه سنبله القمح العاديه كده شفت منها قد كده بالهندسه الوراثيه على سبيل المثال. فيقدروا اساس انهم متقدمين علميا عننا. طبعا. فاحنا يعني الحب هو الحل، والحب بيننا وبين بعض وبيننا وبين الكواكب الاخرى. يعني هتتغير معتقدات في فكر الانسان لو كتير. هيبقى انسان، هيبقى سوبرمان بقى. احنا يعني في رأي برنارد شو في كتابه السوبرمان ان احنا انتقلنا من البريميتيف مان او الانسان البدائي الى الانسان، ولكن لسه السوبرمان. طب ايه الفرق؟ البريميتيف مان كان يعني يطيح في اللي حواليه، يخطف من اللي جنبه، يموت اللي حواليه. المان اللي هو احنا دلوقتي قشرة الحضارة يعني ظاهريا، ولكن في الداخل الجاهلية احنا حلوين عشان في احنا وراء اقفاص ويعني قضبان من القانون والدين. السوبرمان بقى في رأي برنارد شو شيل القضبان ده هيا
والسوبرمان بقى يعمل الخير لأنه خير ويبعد عن الشر لأنه كريه. امتعتنا دكتور وسيم السيسي ويتكرر اللقاء مع حضرتك ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد، ميرسي خالص. حلقه انتهت معاكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا بحوار ضيفي الكريم عالم الباحث في علم المصريات دكتور وسيم السيسي. اشوفكم على خير ان شاء الله السبت القادم، استنونا الساعه 10 مساء باذن الله. السلام عليكم.